لماذا فضح مرتضى منصور واقعة المخدرات في الزمالك؟ أزمة تنظيمية جديدة في خليج 25 بطلها ثنائي أسود الرافدين، حرب باردة تشتعل بين فيكتوريا بيكام وابنتها. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أسعد بمتابعتكم. نبدأ أخبارنا الرياضية مع تصريحات رئيس نادي الزمالك للمصري التي أشعلت اليوم السوشيال ميديا وكشفه لما وصفه بالسر وراء فضيحة المخدرات التي ضربت ثنائي الفارس الأبيض أحمد فتوح وعبد الله جمعة. مرتضى منصور أكد عبر قناة نادي الزمالك أن تصرفه قد أنقذ القلعة البيضاء من عقوبة الإيقاف لمدة عامين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، موضحا أن فتوح لن يظهر حتى تزول المادة الممنوعة من جسده، وأنه قد طلب الرحيل عن صفوف النادي. وإلى مدينة البصرة العراقية، حيث ظهرت أزمة تنظيمية جديدة في بطولة خليج 25 بطلها لاعبان سابقان لمنتخب أسود الرافدين، حيث انتشر مقطع فيديو يظهر فيه منع عماد محمد وهوار ملا محمد اللاعبين السابقين لمنتخب العراق من دخول ملعب جذع النخلة من قبل عناصر الأمن بذريعة عدم امتلاكهما للتذاكر. مقطع الفيديو أثار استياء عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما تم وصفه بسوء تعامل العناصر المكلفة بحماية أمن الملاعب مع نجمين عرقيين. ننتقل الآن للحديث عن الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو الذي أشعل الأجواء داخل صفوف قلعة ألترافورد معقل الشياطين الحمر. والسبب لا يكمن حول مستواه الفني أو البدني في لقاء الفريق أمام إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وإنما بداعي ارتدائه لسروال داخلي قصير يحمل العلامة التجارية للبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو أمر أغضب بعضاً من مشجعي مانشستر يونايتد. ويرتبط الأرجنتيني بعلاقة خاصة ومميزة بصاروخ ماديرا، إذ يعده بمثابة القدوة والأب الروحي له. ورحل كريستيانو رونالدو عن صفوف يونايتد بالتراضي عقب مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل. الختام مع المغنية ومصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكام التي تعيش توتراً وحرباً باردة بينها وبين زوجة ابنها كنتها نيكولا بيتلز بيكام. التقارير الصحفية تؤكد أن فيكتوريا ونيكولا لا يتحدثان معاً بسبب توترات حدثت قبل وأثناء فترة زفاف ابنها بروكلين. وعلى ذمة المكتوب فإن نيكولا لم تعلق بإعجاب على أي من فساتين دار أزياء حماتها على مدى شهرين قبل الزفاف، وزاد الأمر سوءاً باختيارها لفستان عرسها لمصمم آخر منافس لفيكتوريا بيكام. الأمر لم يتوقف هنا، بل امتد لمنافسة حماتها بالظهور على غلاف مجلة مشهورة تحت عنوان عريض السيدة بيكام الجديدة. فيكتوريا وديفيد بيكام التزما الصمت ولم يعلقا على الصور التي نشرت على حساب الكنة الشخصي على الانستغرام.